الحكم يحتسب ضربة زاوية. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. حسمت الأمور وانتهت الخطورة. هذه كرة هدف في المرمى، يتصدى حارس المرمى. بيلعب لكرة في منتصف ال 18. كرة مرتدة فيها خطورة. هجوم مرتد في ظل تباطؤ المدافعين في العودة إلى مراكزهم. بيعدي فيها، بمر بيعدي. فرصة خطيرة على المرمى، لكن الحارس أبعدها في اللقطة الماضية. النهاية كانت سيئة، التصرف ما كان مثالي. تدخل هنا واستعادة الكرة من جديد. الحارس بيوقف الكرة الماضية بدون صعوبة. الخيبري، تطبيق قوي جدا للضغط العالي على الدفاع. ريكاردو، كرة بتضيع من جانب الفيحة. الغنام، مشاريبوف، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. كرة مرتدة فيها خطورة، لابد من استغلال ضعف التغطية الآن. عمل ممتاز في السيطرة على الكرة في مناطق الخصم. هو كبيرة في الدفاع عن الكرة. أوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خادعت الجميع. فرصة بتضيع.